شركة دب وهشيسين تح كسعودية دقمدة الدولار وقبل كجذا أو قب جو كهيا دولة فدرالكا مامور ككمل جاركا جوبا يا دولة إيطوبيا أيها هشيس بحل لقى جاري يضع نباتة دي كالوس نيد دقمدة الدولار ونا لحليي ففهمت وركاسي وحى دقمدة الدولار وقبل كجذا إنه كسودري وريها يجا محمد قني حسين كوسو وحال سوق بقبي شركة مدوين كي ودن بيبي كسر دمدة دول الصومالية قبل كان جذو أيضا ما أنت لقى صار قضبة ذي الإسلام كرتاي وعنا شركة كسر قيب جل دمان قيبها بالشدة قبل كان جذو سياسيين وحجرد أقويهن يوفودي كردو ونادي كسر عن الدولة الفدرالية الصومالية مع ملقبات كجبلان يدولة إيطوبيا انتبه شركة أي قارن وحده فري قدميها دمدة دول الصومالية آذن بره علي صدق لو حا سنة كقدم بيجي قدمي كحين كقبل كان جذو عبدي بره عبدي في كده نسيب عيوشين هنا تضوات كان لتشو وسيد كجاشان دقة أما كسمع جاشان دقة هنا تضوات كان لتشو بي ودعوين يجيب الله إن كحوين كيسو لتشو بي وسيد أي تشوين هدي أرين دول يسكو خلوا واحد معقول ما واسير بطاطا ما وامير كده أرين دول اللي قدوا قلي أنا شكل أنا فرانكو استاجي أنا قلت لتشي يوم استاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوه يالي أخو بغلين أو بخو أكبر هذا ذي ذي وحن سكر لي العيادي أي وح كلا ثمن هذي دورو يبل حاوة وهي كده حشري شغالي يرد أبغى ما كنت سرتي يدك كي بخو أكو بيريو دين تبع وحيالي الله قال لها قطب الله سبحانه وتعالى الله قال له أفرت قطب أول مرة سويتي والله قال له دونا ليس عطاك تبين أيها أي محوها دوتك دونا وهي أي كسر وان لو أسلو كان دونا دولا يخالك مع كهر برني وحلي را والهلا هذا يقبر تي هذا يقول تي يهدو قضي هاي بس وحن نقطع والدروب أنت حلك هاي إلى هنا أفسا ودي سنينا وبدل هذا وحي أكجل ليه إلى لو أفسا كسرين أما قندر رأيي أمام وحياة هيد مهوا هيتي هدي كل يوم بشري قلب كوكو حب الجوجين وأرتا وأن شروط كحرنين قلب كلابات حرف كأه إن إذا ما ذي كده قال لما يما قال هذا لقى سعره في سيدي أي كجرين يدور لا يسقون جين دانو مال مجال هذا كبحسن هل كاس أو لوجو سمين دانو دب وهشيسين عيدا كده حديثه حالنا لوجو قال دانو عيدا كان وحا ست توسا أولو ريجيس وزارة دقاشان لقا دورة فدرال وحا دب لوغو هول قلين دونا إنا يلد دقالمان كوحاها نبديدكا إسلامار كاسنا إكا قيب قادن دونان حورين تا قول كاينتي سكال حرف كبي أما با وضياشا رقون كوا إنا يقيب لباحكا قاتان دبو هشيسين تا عيدن كا يدبو أرورن تي سبا قضب كصدحات إن وحي لك لها يستلي سعليو كدب مركي العدايو يدو لود ديبي دونو دولد دا دحة ووكيل كيها وزير كوحيقين كقاشان ديقا لما شادي او سببي دقال كي كدعي بلد حاو صدح يطبنكي بشي شنات لبكوني أفر يطبنكا ولا هيت شعب يعيدن با وحا كوضا هدلايا وضياشا دقنكا دولد دولد فدرالكا هي دولد قوالاتك جوبا قابكي لو حالين لها قضب كافرات وقدم بي قضب هذا امني قد دقمدا بلد حاو انت لهاوين انت لهاوين ايو عيدن كي امني قد دقمدا وحا امني قد بلد حاو قعنتا كسي هين دونا جنرال عباس يعيدن وهو قامي انتاسي كدب ايا وحا مكرفونك اللي قصو دوويي انا ايقونا قابت هذا الكجي ديان مامولكي دمودة بلد حاوي اساقو كالخرا لبادة اوكالا جباي وحانا بلشده هرتو دايكا شاقين انا عافس ويدي سانيان قيبها بلشده قبالكا اسلامركا سيني حلقان ويحي كدب ايا ديارو يهين وحوا الباقو بلشده رايدكا يكوان عسان تهي هدي حالك الله اركو ان انا بلد حاوي اكتنا زلو
oo cid kale idin maamusho ood adinka keensataan ama wasiirada idin keenaanna diyaar baan u nahay. Mid ayadaana hortiina ka ballan qaadaynaa waqti lay ahayd in ayadaasna laga gudbo qof walba candhuuftiisa uu gadaal u laqan oo ay ka codsanaya khaasatan odayaasha degmada Balad Xaawo inay candhuuftooda gadaal u laqaan. ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka qaatay wasiir ku-xigeenka Gaashaan dhiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland, waxaana ay halkaasi labadaba ka jeediyeen in ay xilligan wixii ka dambeeyay loo istaagayo kamera dhalinta waxyaabahii la isla soo qaatay oo ay saldhig u yihiin qodobadii ugu horreeyay ee shirkan furitaankiisa isla qaateen qaybaha bulshada iyo sidoo kale abaanduulaha ciidamada xoogga dalka ee asagu ka lara halkan shirka furitaankiisa goobjoog ka ahaa. Lafdhabarkii ummadda adinka ah, dhaqanka ummadda adinka ah, rumal waa isaga sheegaye Soomaaliland waxa dhisay waa duqoodi dhaqan, Jubbaland waxa dhisay waa duqoodi dhaqan, Jubbaland waxa dhisay waa duqoodi dhaqan, annaga gobolkana waxa dhisi kara waa duqoodi dhaqan. Doorkiina waxaan idin ballanqaadayaa doorka allaheen inaan haddaan saas saas mugdi ku jiray ilaa idinkiis doorkiina waa laga madax bannaanaya ilaa idinkiis. Doorkii duqooda dhaqanka waa loo madax bannaanaya insha allahu tacaala. Mar dambe duqooda dhaqanka ma dhihi doonno doorka ay leeyihiin si kale loogu shaqaysta ma imaan doonto. Doorkiina haddii la madax bannaanaya adinkuna waa inaad duqoodii Soomaaliland iyo duqoodii Puntland oo kale aad noqotaan ilaa idinkiis. Mahadsan tihiin. Waxaan rabaa waxyaabihii maalmahan aan ku heshiinay oo dhan inay fulaan. Dad mas-uuliyiinaa nahay dowladdii dhexaa joogto, dowladdii oo saaxiibada ahna joogto, odayaashii sharafta lahaa ee go'aanka ugu dambeeya lahaa joogo, dhammaan mas-uuliyiintii kale ee kala duduuneeda joogo, maamulka Jubba dhammaan. Waxaan rabnaa wixii meeshaan aan ku gaarno inay noqdaan wax meelmaro. Waxaan u baahanahay arrintaas inay meelmarto aysan nagu soo laabanin. Maamul Xuseen Kuusow, TV-ga caalamiga ee Somali Channel. دمنا دولة صومالية.